انا في موقع اوكازيون النهارده معانا منتج مميز. لو بتدور على هديه قيمه لحد غالي عليك فالفيديو ده يهمك. قبل ما نبدا الفيديو لايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. ده ايربود او هديه قيمه بتيجي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، شنطه وبوكس بالشكل الجميل ده. يلا بينا مع بعض نفتح الصندوق ونشوف شكله على الطبيعه. حاجه فخمه من الاخر زي ما حضراتكم شايفين كده، بوكس فيه محتويات الايربود بشكل شيك جدا. اول حاجه بنلاقيها الشاحن وبوكس الايربود والاثنين سماعه ووصله الشحن. ولو رفعنا البوكس هنلاقي كتالوج بتاع المنتج فيه كل التفاصيل اللي هنشرحها في الفيديو ده. اول حاجه بنلاقيها الشاحن، وهو شاحن 2 امبير بمدخل 5 فولت ومدخلين يو اس بي. طبعا تقدر تشحن بيه تليفونك او تشحن بيه الايربود، ومناسب جدا للايربود ان انت تشحن بيه السماعه نفسها. بعد كده بنلاقي البوكس وده شكله على الطبيعه، طبعا بيبقى فاضي لان السماعات بتكون جنبه. بنلاقي في ظهر البوكس زرار تضغط عليه بينور ويشحن معاك السماعات. البوكس ده تقدر تحط فيه السماعات وانت بره البيت وتشحن بيه السماعات. شكل السماعات على الطبيعه، السماعات طبعا بتكون تاتش. اول ما تشغل السماعات بتلاقي السماعتين بينوروا، بعد كده واحده بس هي اللي بتنور، يبقى كده السماعه الثانيه عملت اتصال مع الاولى. بعد كده بتحط السماعات في البوكس. البوكس ده يا جماعه باور بانك متنقل لشحن السماعات وانت بره البيت، يقدر يشحن لك السماعات حوالي 3 مرات وانت بره البيت، يعني مش كل ما الشحن يخلص تحتاج ان انت توصلها على الشاحن وتشحن السماعات. اما النقطه كويسه وفي نفس الوقت مش كويسه في المنتج ده، وهي وصله اليو اس بي. بتيجي 2 يو اس بي، واحد اندرويد واحد تايب سي، وبمدخل يو اس بي واحد، يعني تقدر تشحن تليفونين في نفس الوقت. انا في الاول كنت مفكرها انها تشحن البوكس ده وممكن تشحن تليفونك فتشحن الاثنين مع بعض في نفس الوقت. كنت فاكر ان مثلا الاندرويد تشحن بيها البوكس والتايب سي تشحن بيها موبايلك، ولكن للاسف ما ينفعش. النقطة السلبية ان هي بتشحن لايتنج، وكابل اللايتنج زي ما حضراتكم شايفين كده ده مش بيجي معاه، فهتضطر تشتري له كابل لايتنج من موقع اوكازيون او من اي محل موبايلات عشان تشحن البوكس اللي بيجي فيه السماعات. ولكن هتستفاد بالكابل ده ان انت تشحن بيه اي موبايل عندك اندرويد وتايب سي. طبعا البوكس ماجنتيك يعني السماعات مش طالعه، السماعات مدى مفتوح من 8 ل 15 متر، يعني لو انت في مكان مفتوح وموبايلك بعيد عنك من 8 ل 15 متر السماعات صوتها مش هيقطع وهتلاقيها شغاله معاك بشكل متواصل. البوكس وزنه 45 جرام، يعني خفيف جدا. طبعا تقدر ترد منها على مكالماتك وتسمع الميوزك اللي انت عايزها على موبايلك على السماعه نفسها. السماعه نفسها بتشحن في حوالي ساعه، والبوكس بيشحن في حوالي من ساعتين لثلاث ساعات، بيكفي معاك البوكس شحن السماعات حوالي 3 مرات. السماعه طبعا بتشتغل على اي موبايل اندرويد او ايفون عن طريق البلوتوث. اول حاجه نشغل البلوتوث، وبعد كده نعمل بحث هنلاقي اسم السماعه اكس برو، نعمل لها كونكت، وبعد كده اي حاجه هتشغلها على موبايلك هتبقى في الايربود دي، تسمع وتشغل منها عن طريق اللمس زي ما قلنا ان السماعه بالكامل تاتش، تقدر تشغل او توقف من السماعه نفسها. تعال نجرب مع بعض صوت السماعه ونشوفها على الطبيعه. يعني طبعا التحكم بالتاتش زي ما قلنا اقدر اوقف او اشغل عن طريق اللمس من السماعتين، سواء السماعه دي او السماعه دي، مش من سماعه واحده معينه.
والمايك في السماعه دي ممتاز في السماعتين. طبعا انت بتبقى سامع اللي بيتكلمه كويس وهو كمان بيبقى سامعك كويس لان نقاء الصوت في السماعه دي ممتاز. في نهايه الفيديو انا شايف ان المنتج ده ممتاز لو انت هتجيبه هديه لحد او لنفسك. طبعا هو في الاساس هو جيفت بوكس شكله ممتاز وامكانياته كويسه وصوت السماعه كويس وبيجي معاه شاحن وواصله بتشتغل مزدوجه سواء تايب سي او لايتنج واندرويد. والعيب الوحيد في المنتج ده ان هو ما معهوش واصله تشحن بيها. هتضطر تشيل واصله ومعاه واصله تشحن بيها موبايلك، يعني معاه واصله مزدوجه تشحن بيها تليفونين ولكن مش معاه واصله تشحن بيها الايربود نفسها. ولكن مش عيب قوي، نقطه بسيطه جدا وسهله على مميزات اللي احنا شايفينها دي كلها. هسيب لك رابط الشراء بتاع المنتج ده اسفل الفيديو تحت في التعليقات، ولو انت من مشتركين القناه وصلت معانا لاخر الفيديو هتحصل على جراب هديه لنهايه الشهر العرض ده، جراب سيليكون للايربود هديه. ازاي تشتري من موقع اوكازيون؟ هتفتح جوجل بلاي وهتكتب على البحث اوكازيون.com، هتنزل الابلكيشن ببلاش وهتثبته على الموبايل، وبعد كده تفتح الابلكيشن، بعد كده هتلاقي منتجات كتير زي منتج معين تكتب في البحث او بتختار جميع الفئات، وكده هتلاقي المنتج تضيف للسله. خطوات بسيطه جدا وسهله، وعندنا اقل سعر التوصيل في المترو 10 جنيه. تكتب بيانات حضرتك الاسم والعنوان ومكان الاستلام او محطه الاستلام، لك رساله على الموبايل كده انت اكدت الطلب. وهي ما تنساش الدفع بعد الاستلام ومراجعه المنتج مع المندوب، مش هتدفع اي حاجه الا لما تراجع المنتج.